مبروك للهلال، هارد لك للتعاون. أبو عوف، أربعة قاسية على أي نادي بالكرة السعودية، بالك على التعاون الرابع. نقول مبروك للهلال، هارد لك للتعاون، لكن كان لابد عودة الهلال بهذه النتيجة، بهالمباراة وهذه النتيجة. يعني ممكن يفوز 1-0، لكن لما يفوز بهذه النتيجة الكبيرة محتاج إنها الهلال بعد التعادل بعد الهزيمة، وخصوصا بعد فوز الاتحاد على النصر، فهو محتاج لهذا الفوز. قدم مباراة جميلة جدا، سيطر على المباراة بشكل كبير جدا، التعاون لم يظهر بأي مقاومة أيضا للفريق الهلالي رغم بعض الغيابات الموجودة في الهلال، لكن مصطفى ما تحس بهالغيابات صحيح. مع فريق الهلال تحصل كلهم فريق متعاون، فاليوم تعاونوا على التعاون. حلو، تعاونوا على التعاون، عنده عم يعطي على القافي، الله يعطيه العافية. أبو عبد الله، لماذا فاز الهلال بهذه النتيجة؟ منذ البداية أبو كرم كأنك أنت بأول خمس دقائق كأن الهلال عاد كما كان حقيقة، اللي هو لغة الاستحواذ، المبادرة الهجومية، التنوع في الهجوم، التنوع في الهجمات. ولكن وجهة نظري حقيقة أنا عندما يكون كاروريو أكثر صانع ألعاب الآن في الهلال في السنوات الماضية إلى الأهداف، في وضع يسمح له بأداء مهمته على أكمل وجه، بمعنى آخر في المركز الذي يرتاح له وهو لاعب حر، عادة ما يكون الهلال متألق بشكل كبير جدا. هذا لا يعني أنه مثلا ميشايل اليوم أيضا أن يعني أبرز بعض إمكانياته، إيجالو هي مهمته اللي هو يعني ترجمة كل الهجمات والمبادرات إلى لغة الأهداف. المستغرب منه ردة فعل التعاون حقيقة كانت ضعيفة جدا منذ البداية. ولكن الهلال سؤالك مهم، هل يلحق بعد التعادل مع الوحدة والهزيمة من الفتح 30 نقطة في 10 مباريات؟ حسابيا نعم، لكن لا أعتقد بالنسبة إلى الواقع كذلك. لنرى الأيام جاي، رح نعرف هلأ من هو رجل مباراة التعاون والهلال.